يخلق هذا المشاكل ايرزمون معناتها بالنسبه للمداد كونه سجلنا هذا الفيلم معناتها مبكر نسمح لنا شويه باش نكونوا معناتها في احسن حالات لكن فريق وجد اليوم معناتها ظهرني معناتها كان فريق مقري خلق العديد والعديد من الفرص وهذا قلت احد اللاعبين ايرزمون معناتها رضا بلوكي في الشيكور من اليوم الى التفاصيل كبيره باش يسالي في الفيلم كل ماتش عنده الليبريتي نتاعو بالنسبة للوداد معناتها احنا ديما مطالبين بثلاث نقاط الحمد لله ما تحت حصل على ثلاث نقاط معناتها عملت بكل سوفونس معناتها تعبنا بزاف ما كانش سهل المقابله كانت مقابله كبيره معناتها على جميع الاوجه اللي موجوده فيه انا قلت نشكر فريق وجده نشكر على اللاعب المميز نشكر لاعبين الوداد على الانتصار مرة وجاء بفواد الانتصار يجي صعب يمكن انتصار صعب وصعب جدا بسم الله الرحمن الرحيم المقابلة تاع الأولى اليوم هي بعد ترفية خاصة جات بعد معناتها المقابلة اللي عملناهم سبت وحد وخميس يعني خصنا ندبروا هاد المرحلة هادي لا من الناحية البدنية لا من الناحية النفسية تاع اللاعبين الحمد لله النتائج اللي حصلنا عليهم في الثلاث مقابلات الأخيرة يعني عطاتنا واحد الدفعة نفسية وعطاتنا واحد الارتياح للاعبين ولكن كنا متخوفين من الجانب البدني تاع اللاعبين اللي واش يتصبروا معايا ولا يصبروش والخصم حتى هو طبيعة الخصم حتى هي متخوفين منها لأن كومان سي لواك بطل افريقيا وتصدر الترتيب عرفناه اليوم الجاي باش يأمن الترتيب تاعو في ولكن حنا حتينا اللاعبين على اننا يعني غادي ناخذوا المقابله كجميع المقابلات باش نجيبوا نتيجه ايجابيه كما شفتوا المقابله بديناها يعني بواحد الطريقه اللي ما كناش مستنيينها يعني اي اصعب حاجه هي تدخل عليك هدف في الدقائق الاولى تاع المقابله اللاعبين يعني ما نقولوش تهاونوا ولا تساهلوا مع الخصم ولكن يمكن في النفسيه تاعهم يعني يحترموا اكثر الخصم وفريق الوداد كنحترموه ولكن يمكن نحترموا اكثر من المقياس سيرتو في الدبي تاع المقابله جاء هدف ثاني اللي زاد صعب علينا مع المغربيه ولكن هذا ما كما شفتوا ما يعني ما حتاش الايدين تاعنا واللاعبين تاعنا بدون مجهودات يعني في المستوى واستطعنا نسجلوا الهدف الاول يعني دو ان في الدبي تاع الدوزيام ميتو يعني الاولى الهدف الثالث اللي كان قاسي شويه اللي جا من الخطا مباشره اللي يعني كون كنا دو ان كنا نقدروا نديروا هاي مقابله مزيانه ونجيبوا على قد الحمد لله يعني اليوم يمكن خسرنا مقابله مع فريق الوداد ولكن ربحنا يعني واحد الدرس بالتدريب تاعنا باش كيفاش نجريو ندبروا مقابلات اخرى والحمد لله كما تكون المستوى تاع فريق الوداد يعني راه في 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 في, في تقدم ونيون بروغري الحمد لله وحناش يعني خرجنا من ديك المنطقه تاع تمؤخر الترتيب 27 نقطه نظن بان في 10 مقابلات متبقيه نقدروا ان شاء الله بحول الله نخرجوا بالفريق لبر الامان وهذا هو الهدف الاول ديال الفريق وديال المكتب النفسي اللي كنشكرهم على ديال الموفر جميع الظروف الحمد لله يعني لا خوف على فريق بولدية وكنا تمنينا الجمهور تاعنا يكون يعني محدود باش يعني يكون في المقابله ولكن نتمنى نعوضوا في المقابله ان شاء الله.